الشارع التونسي. الشارع التونسي رجعنا لكم من جديد، مواصلين معكم حتى نصف النهار، وتوجه موعد الرادار. الرادار. الرادار لليوم موضوعنا هو مع اقتراب نهاية شهر رمضان، فما العادات الغذائية اللي ترجع بشوية بشوية، العادات والسلوكيات الغذائية اللي ترجع بشوية بشوية، كيفاش ممكن نرجع إلى نسق العادي متاع الوجبات بطريقة صحية تتماشى مع صحتنا. ومعنا الأكثر تفاصيل أخصائية التغذية مريم التكابري، أهلا وسهلا ومرحبا بك. مرحبا بك، عايشك لبنى بك انت وليش موفنا الكل على كفخة. مشكورة جدا على التدخل معنا. إذن كي نقولوا نهاية شهر رمضان، نقولوا عودة للنسق العادي للنظام الغذائي متاعنا، كيفاش ممكن يكون أو يتم بطريقة صحيحة؟ به هو نبداو نصلحوا من توا شويه، فما برشا ناس توا معناتها بداو معناتها نجموا نقولوا يتعبوا، يقلقوا شويه، الماكله تقل، يمشيوا اكثر الحاجات الحلوه. هو لازمنا اكثر حاجه تعاوننا ان نرجعوا شويه على الاقل للنسق نتاع ثلاثه وجبات، هذيا ديما اكثر حاجه ننصح بها. دونك شقا الفطور اللي هو هذيك الوجبه الاولى تكون خفيفه معناتها متوازنه فيها كل ما يستحق الجسم نتاعنا. الوجبه الثانيه اللي هي لمجه صغيره في السهريه، تنجم تكون كعبه غله، تنجم تكون الحاجه الحلوه نتاعنا اللي نحبوا ناكلوها، تنجم تكون كعبه ياغورت. والوجبه الثالثه اللي هي السحور، باش كيف نرجعوا في النسق العادي اللي هو ثلاثه وجبات نتاع فطور صباح فطور نهار وعشيه نتاع الليل، الجسم نتاعنا ما يتقلقش. حتى صعيب ان نكونوا توا ناكلوا في وجبه واحده دسمه اللي هي شقا الفطر، فما شكون يقول لك انا مش شقا الفطر، شقا الفطر من الغدوه. وبعد كيف يرجع في النسق العادي يرجع في ثلاثه وجبات، وقتها الجسم اول حاجه باش يتقلق على خاطر الهضم باش يطلع، معناتها يولي فما مشاكل تاع هضم، وفما ريسك انه يزيدوا في الميزان. بالنسبه لي الجسم يكون ياكل في وجبه واحده يرجع يعني ثلاثه وجبات، دونك فما ريسك وبسرعه ممكن زاد تصير العمليه، زاده الوزن بالضبط. ممكن تصير بسرعه باش اللي ينقص باش في رمضان يقول لك انا نقص في رمضان، ينقص على خاطر هو نقص في عدد الوجبات، يولي ياكل في وجبه واحده. وبعد اون فوا يرجع ياكل في ماكله عاديه اللي هي ثلاثه وجبات نتاعو، ولو انها تكون ماكله عاديه ما فيهاش الزيت، يحس اللي هو رجع يزيد. دونك هذايا راهو يعني الفرق ما بين عدد الوجبات، هذاك علاش نركزوا توا قبل نمشيو في تخوا بريز اليمونتيغ، هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه نحاولوا معناتها نعملوا انكليبر ما بين السكريات اللي ناكلوا فيها. السكريات هي شنو؟ فما السكريات البطيئه اللي هي نحن نحكيو على الخبز، العجين، لي سوب نتاعنا اللي فيه مثلا العدس، الشاي اللي في العصفور وغيرهم، وفما السكر الابيض، دونك نحكيو على لي جاتو الحلو. نحاولوا نقصوا شويه في السكر الابيض، معناتها باش ما نعملوش انيكسي، خاطر توا نجموا ناكلوا برشا حلوه ما نفيقوش بواحنا، مع الحلو نتاع العيد هذاك اللي بشوي يتعبنا برشا. سورتو الغلطه الكبيره اللي تصير وقت اللي نوليو نعملوا على الحلو كوجبات، تلقاه في الصباح مثلا باش ياخذ قهوه وياخذ صحن حلو، في نص النهار باش ياكل الملوخيه ولا كل ولايه وشنو هو العادات نتاعها الغذائيه، باش ياكل الوجبه نتاعو بعد ياكل بالفطور حلو. في الليل ما فماش عشاء الناس معناتها ما عادش طيب وتقلق والكل، ياكلوا حلو، يزودوا بينا من كميه الحلو اللي ياكلوها. راهو لازمنا ديما نغزروا للكميه اللي ياكلوها، نتقيدوا بكعبه كعبتين حلو معناتها ماكسيموم كذواقه، باش ما نحرموش رواحنا، بزاد ما نوليش الحلو ياخذ بلاصه الوجبات. مهم برشا انه نحافظوا على وجبات متوازنه، نصلحوا شويه انه اهم حاجه، هذه نقطه مهمه برشا على خاطر توا برشا سهليات برشا ناس يتعبوا، نقص النوم، التعب، دونك يحاولوا يصلحوا شويه النوم نتاعهم باش زاد كيف كيف من بعد يلقاو ياخذوا في فورمه، خاطر كيما تعرف لبنى راهو على ريبريز مع العيد، فما امتحانات، معناتها فما لي ديتيديون وكان يعديو، نرجعوا نخدموا في الدوبل سيونس مش كيما كان قبل رمضان يجي في الصيف، دونك نستحقوا انه نكونوا في فورمه. مشكورة جدا، مشكورة جدا على كل هذه التوضيحات أخصائية التغذية مريم التكابري، تقول لكم أنه بداية ضمان التوازن الغذائي راهو يبدأ من الأيامات هذوما، نرجع بشوية بشوية نحافظوا على ثلاثة وجبات نتاعنا المعتادة، لأنه فما تخوف أنه بعد رمضان بالعودة نتاع الثلاثة وجبات فما تصير زيادة في الوزن وبطريقة سريعة جدا. مشكورة جدا، هكا نكون وصلنا نهاية برنامجكم الشارع التونسي الموعد اليومي من الاثنين حتى